تصير السور سنزار. الوزير بطبيعة الحال كيقول لي يا سي عبد الإله نعطيو للناس بين 100 دولار حتى 50 دولار، الحد الأدنى هو 50 دولار، فهمتيني ولا لا؟ مشاو للحد الأدنى وغصبوا هذوك اللي المهم هو حاجة مزيانة كانت دارت في الحكومات السابقة خصها تمحى، ما يبقاش يتسمى الأراميل، ما يبقاش يتسمى عبد الإله بن كلاب، ما يبقاش يتسمى العدالة والتنمية، شي حاجة اللي ماشي هي هذيك نديروها دابا ونتمو غاديين فيها. مع الأسف الشديد ماشي هكذا كتمشي الدول، ولهذا أنا بغي نقول للناس اللي خطوا لهذه البيعة وشرية من البلوكاج إلى الآن كنقول لهم راكم فشلتيو وما درتيوش خير في بلادكم وما درتيوش خير في المجتمع ديالكم وحشومة عليكم. وهادشي كله لاش باش ما يكونش عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، ما يكونش العدالة والتنمية في رئاسة الحكومة. طيب سيدي ها ها حنا هودنا للتحت ديال الله ووريونا حنت يديكم، ولو كان ماشي تنحشم منكم ما كنقولكمش هاد القضية ديال حنت يديكم شنو هي، فهمتيني ولا؟ وسولوا عليها راه دازت بين أهل فاس وأهل مراكش. فانتوما دابا السادة الإعلاميين أنا كنقول لكم هاد السيد هذا قبيلة قال واحد القضية الأستاذ قال لك يعني الليبرالية المتوحشة، هذه مؤامرة دولية واقعة. دابا الناس اللي عندهم الفلوس كان عندهم الفلوس، واللي كان الناس اللي كانوا كيديروا السياسة كانوا كيديروا السياسة، وكان كيكون بيناتهم واحد النوع من التنافس وشوية ديال التقارب وشوية ديال المصالح المشتركة. دابا الناس اللي عندهم الفلوس من بعد السقوط ديال الاتحاد السوفيتي وصلوا لدرجة أنهم بغاو يشريوا السياسة وبغاو يشريوا السياسيين. ولهذا نقول لكم بكل صراحة يعني كان حزب سياسي ورئيس دياله اللي كان في المعارضة وإلى آخره واللي دابا كيظهر ولا مخنوق بالفلوس، هذه الفلوس الكلمات اللي قلت لكم معلومة ماشي تحليل، واللي ساعد على البلوكاج باش يطيح عبد الإله بن كيران، واللي كان كيتسول المناصب الحكومية ومنع منها، واليوم يريد أن يتزعم المعارضة. يعني بداو كيتشراو السياسيين، كيتشراو الأحزاب السياسية، كيتشرا الإعلام. سمحوا لي الإعلاميين ما كنقولش كلكم، فيكم ناس شرفاء، فيكم يعني ناس اللي كيقوموا بالواجب ديالهم المهنية اللي كيعانيوا ماليا، ولكن الواقع هو هذا. وهذا الشيء ماشي غير في بلادنا، راه حتى فرنسا كتشتكي منه اليوم.